السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا واهلا متابعيني ومتابعاتي الغاليين، اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم قناة وصفات فرح الصحراوية. ونبدأ فيديو هذا بالصلاة على الحبيب. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم مجددا. اليوم إن شاء الله لا ندخل في صلب الموضوع أو في صلب الوصفة بالأحرى، لكن نشترك معكم وصفة العلاج. جاني تعليق من عند أخت اللي كتسول عن عندها مشكل أو تسول عن علاج، يعني علاج طبيعي بالنسبة للقناتي فالوب، يعني منتفخين وفيهم الماء وملتهبين. نبغي واحد المسألة، يعني الطب البديل، يعني ما كاين، يعني مازال ما كاين شي، يعني شي وصفة اللي هي أكيدة 100% العلاج هذا المشكل هذا بصفة نهائية، يعني علاجه 100%. ما كاين شي عشبة أو شي وصفة اللي هي، ولكن هاد الأعشاب هذه كتساعد ياك إن شاء الله يتعالج هذا المشكل هذا. ودائما كنقول راه ما كاين داء الا ونزل له مولانا الدواء باذنه، يعني ما كاين شي مرض فوق وجه الفتحه او ما كاين مرض يسوى كيف ما كان الا وله دواء باذن الله. فقط انسان يتوكل على مولانا، ومولانا هو خير الشافي، وابسط شيء راه قد الله سبحانه وتعالى يعطي فيه الشفاء ويكون شفاء باذنه وقوته. اذا على بركه الله عندي هنا لك نشترك معاك ثلاثه الوصفات اللي غنفيدك بهم، او اللي كامل كيشوف هذا الفيديو كيعاني من هذا المشكل اللي هو انتفاخ قناتي فالوب. بالنسبه للاخوات انتفاخ قناتي فالوب والتهاب القناتين، وكذلك الماء الموجود في القناتين، يعني هذا المشكل راهو كيسبب العقم وعنده بزاف ديال الاثار الجانبيه او عنده بزاف ديال الاضرار. اذا كيف قلت لكم عندي هنا ثلاثه الوصفات غنشتركها معكم ان شاء الله، غتكون لكم الشافيه باذن الله. فقط دائما نقول انسان يسبب الكمال على الله، لان الله هو خير الشافي. اذا على بركه الله، الوصفه الاولى عندي هنا ملعقه كبيره، هذه الملعقه كبيره مليئه من العسل الاصلي او العسل الحر، كيف كنقولوا حنا عسل حر. هذه ملعقة كبيرة من العسل الأصلي، عسل أصلي سواء ديال السدر أو ديال الدغموس. الدغموس اللي هو هذا، راه اشتركت معكم ديجا الدغموس، هذه هي نبتته، هذه راه غير فص ما هي حقيقية، لكن شكلها تماما بحال هاك، هذا هو الدغموس. عسل الدغموس أو عسل السدر او عسل الزعتر، او هو زوكني بما يصطلح عندنا حنا بالعاميه باللهجه العاميه. ملعقه من العسل الحر كبيره، وملعقه صغيره من طلع النخيل او ما يسمى عندنا حنا الذكار. ملعقه صغيره من طلع النخيل مع ملعقه كبيره من العسل، تؤكل ملعقه، يعني هذا الخليط هكا، صباحا على الريق ومساء عند النوم. يعني ملعقه من العسل مع كبيره مع ملعقه صغيره من طلع النخيل، تؤكل على الريق صباحا، وتكرر نفس الكميه مساء عند النوم مباشره. هذه هي الوصفه الاولى، اكيد راح تخلطوها وتاكلوها. هذه الوصفه الاولى، هذه مأكولة، وصفة مأكولة. الوصفة الثانية هي عبارة عن دهن، عبارة عن دهن. هنا عندي زيت الزيتون الأصلية، زيت الزيتون الحر، يعني يكون معصور، ما هو ديال المتاجر ولا كذا، زيت زيتون أصلية. غنحتاج أيضا ملعقة كبيرة من الحبة السوداء أو الصانوج، الحبة السوداء أو الصانوج، هذه هي.
الحبة السوداء أو الصانج ملعقة كبيرة مليئة تطالمو مليئة تماما، ملعقة من الحبة السوداء مع نصف كأس من زيت الزيتون الأصلية. هاد الملعقة هادي يعني ملعقة من الحبة السوداء تطحن حتى تحصلوا على بودرة، تطحن جيدا في لاماشين ديال الطحن، تطحن حتى تحصلوا عليها ناعمة. منين تطحن تضيف ديروها في اناء، كيف مثلا انا هنا ديجا حضرت هاي الكميه او الوصفه هذه ديجا محضره، ديروها في اناء هاك وتضيفوا عليها كاس نصف كاس عفوا من زيت الزيتون الاصليه، وديروها في حمام مريم بهاي الطريقه، يكون فيه مثلا كسرونه ديروا عليها الماء وتخلوها حتى تغلي، حتى تغلي مزيان وتحيدوها من النار او كيفاش نشرحها لكم. مهم من الكسرونه ديروا فيها الماء يغلى حتى يغلى تماما، منين يغلى نحيدوه او نهزوه من فوق النار ونحطوا الاناء ديالنا، من الافضل يكون شي اناء زجاجي بهذا الشكل هذا، وديروه في الماء مثلا. المهم غنحاول نطبق معكم باش تفهموني، الا ما فهمتوا كلامي تفهموا يعني التطبيق. مهم كسرونه ديروا فيها الماء بهذا الشكل هذا، وديروها فوق النار على النار حتى يغلي، ومن بعد ما يغلي تطفوا او تسدوا او تهزوها من فوق النار، وتحطوا الزيت الزيتون مع الصانوج او الحبه السوداء، وتبقاو تحركوا حتى تسخن مزيان الزيت، حتى تسخن مزيان، وتاكدوا انها امتزج لكم المسائل او المكونين الاثنين، وتحسوا يعني لما تشوفوا الماء يعني برد ديك الساعه هزوها حيدوها من الكسرونه وبداو استعملوها. يعني الهدف من هذه العمليه شنو؟ الهدف من هذه العمليه فين كتسخن، لما تسخن الزيت شوي يعني الصانوج او الحبه السوداء بفعل ديك الحراره كتتجانس مع زيت الزيتون والمكونات، يعني العناصر اللي في الحبه السوداء والعناصر اللي في زيت الزيتون تتجانس، ونحصلوا على زيت اللي هي زيت الصانوج مع زيت الزيتون اكيد. وطريقه الاستعمال اخواتي كل ليلة مساء نأخذ قطرات من هذا الزيت هذه، وندهن بها مباشرة فوق قناتي فالوب، يعني تحت السرة مباشرة فوق قناتي فالوب، نبقاو ندهنو بشكل دائما دهن أو دلك منطقة كيف ما كانت. يفضل إنسان يعود يدهن في اتجاه القلب، دائما في اتجاه القلب باش تنشط الدورة الدموية في المكان اللي كدلكوه او المكان اللي تدهنوه. اذا نعاود طريقة الاستعمال، والله يجازيكم الى ما كانت شي حاجة واضحة، فنتمنى تخلوها لي في الكومنتر باش يعني يكون فيديو عنده افادة ويكون اكبر عدد من الناس خرجوا مستافدين. كيف قلت لكم مهم لما نحضروا هذا الوصفة هذه او هذا الزيت هذه، زيت الصانوج او زيت الحبة السوداء، غنهزوا قطرات، غنحتاجوا قطرات ونوضعوهم فوق مباشرة فوق مكان يعني القناتي فالوب اللي تحت السرة في الجانبين، يعني فوق كل قناة غديروا قطرات، وتبداو تدهنوا في اتجاه القلب او تدلكوا في اتجاه القلب مدة خمس دقائق، وانتما تدلكوا حتى تتأكدوا ان الزيت كامل امتصها الجلد، او الزيت دخلت في مسام الجلد. هذه هي الوصفة الثانية. الوصفة الثالثة اللي يعني نقد ننصحكم بها هي الحجامة. الحجامة عندها أثر كبير 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 في علاج هذا النوع من الأمراض.
انسدادات، الالتهابات، الماء فين كيكون مثلا في اي حاجه، الماء فين كيكون في العروق، كيكون في بين الجلده، بين الجلده وفي واللحم. يعني هاد الامراض كامل في من هاد النوعيه هذه، راه ما شاء الله الحجامه عندها اثر ايجابي في علاجها. ننصحك او اختي اللي حطيتي لي التعليق ديالك، فننصحك بالحجامه، تمشي عند الناس اللي مختصه في الحجامه. صراحه انا امور الحجامه ما كنفهم فيها، فناس كاينه مختصه في هذا الامر ديال الحجامه، تمشي عندهم عاودي لهم المشكل اللي عندك، قول لهم انا بغيت الحجامه لعلاج المشكل عندي في قناتي فالو، وهما كيعرفوا المواضيع فين غيديروا لك الحجامه. يعني راه كل مرض مثلا عنده موضع خاص باش يديروا فيه الحجامه. هذه هي النصيحه نقد ننصحك بها اختي، فهي نصيحه كون على يقين، الا ما خرجت لك بالشفاء ما غضرك، الا ما نفعتك ما غضرك، كون على يقين، لان الحجامه من الامور اللي وصى عليها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. المثل الثاني الرابعة واللي هي ننصحك ملي ننصح بها كل أخت، وننصح بها الأخت اللي خلات لي التعليق، بالنسبة لهذا المشكل هذا ديال عموما ديال الالتهابات كامل في 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 في, في, في القرون أو في قناتي فالوب أو في المبيض أو في الرحم أو في يعني في أي مكان، يعني التهابات كاع في الجسم بصفة عامة، والله أي حاجة، فهي من بين يعني الأعشاب اللي تنفعك إن شاء الله، هي الأعشاب اللي كتكون من فيتامين جيم. فيتامين جيم هذا الفيتامين كيساعد على علاج الالتهابات، كيساعد على تخفيف منها. وفيتامين جيم فين غنلقاو؟ بالنسبة يعني كنتكلموا دائما على مجال الأعشاب، فيتامين جيم غتلقاي اختي في الكركم، عشبة الكركم، في الزعتر، زعتر يعني يعود زعتر طري، غتلقايه في الزعفران الحر، بزاف كيكون في الزعفران، يعني النسبة الكبيرة ديال فيتامين جيم في هاد الأعشاب هو في عشبة الزعتر والزعفران. الزعفران تقريبا 100 الزعفران 80 تقريبا ميلي غرام تقريبا، مهم ماني متذكره. مهم الزعفران والزعتر هادو هما العشبتين اللي يعني فيهم واحد النسبه مهمه من فيتامين جي. كذلك الشبت، الشمر، الهيل، النعناع، مهم هادو هما يعني ياسر من الاعشاب كاينه فيها هاد اسمو هاد الفيتامين جيم اللي معروف عنه كيساعد على تخفيف من الالتهابات، وزين كيعالج كيساعد في العلاج ايضا للالتهابات. هادو هما الاعشاب اللي ننصحك بهم اختي. كذلك السالميه وبرد القوش كذلك مهمين، فيهم واحد النسبه مهمه من هاد الفيتامين جيم. هادو هما الاعشاب اختي اللي نقد ننصحك بهم، وهادو هما الوصفات. فنتمنى لك الشفاء، ونتمنى لكل من يعاني من هذا المشكل هذا الشفاء. ودائما بحال مثلا العسل، العسل هو مثلا حتى تقدو تضيفوا العسل، تضيفوا له واحد تقريبا ملعقه، نصف ملعقه صغيره من مسحوق حب السوداء، وتاكلوه. دائما انسان واخا ما كيعاني من شيء، مره يدير هذا السمو مره في السيمانه، ولا مره في 15 يوم يوكل بحال هاد الامور هذه، راه كيعاون في المناعه وكيعاون في سمو. المهم لابد كتكون كيكون الجسم مستفاد منهم من واحد الناحيه، ما هو الانسان لين يطيح، والله لين يطيح مريض عادي يعود يقوم يلود لهاد الامور هذه. اذا الى هنا لحقت لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون شرحي واضح، واخا طولت عليكم، ولكن والله الهدف هو عني نوصل لكم المعلومه. ودائما راني تحت امركم ونبيكم، خلوا لي تعاليق وانا ان شاء الله لهن نفيدكم بقدر المستطاع، يعني ما لهنا بخل عليكم شي عارفته الحقيقه وما اللي متوفر عليه.
دائما نقولكم كيف نقولها في البداية، في البداية نقولها في النهاية، يعني الله هو خير الشافي، إنسان يتوكل على مولانا ويسبب ويصفي النية، ومولانا له إن شاء الله يشافيه وما له يخيب له ظنه بإذن الله. وإلى هنا لحقت نهاية الفيديو، ونقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. مع السلامة.